ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم زي فيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا ودوسوا على الجرس، وما تنسوش تابعوني على الفيسبوك، هسيب لكم الرابط بتاعي تحت في صندوق الوصف. وشوفوا الفيديو ده للاخر، لو عجبكم اعملوا لايك وشير. النهارده هيبقى تكمله للفيديو اللي فات بتاع منتجات خلصت هرجع اشتريها تاني ولا لا، لان انا عامله منها كذا جزء، وحسيت ان انا لو طولت الفيديو ده هيبقى طويل اوفر قوي، فقلت خليه على جزئين افضل. هنبدأ اول حاجة الشامبو ده. الشامبو ده وحش قوي قوي قوي، اقدر اقول وبكل ثقة ان الشامبو ده ابشع شامبو انا اشتريته، ابشع كمان من سترونج فيل. سترونج فيل كان بينشف شعري، بس ده بينشفه وبيعمل لي قشرة. يعني ده فضلت استعمله، طول ما انا بستعمله طلعت لي قشرة. اول لما وقفته القشرة راحت، تمام. فبالنسبة لي الشامبو ده سيء جدا جدا، تقريبا من كتر ما بيجفف الفروة بيعمل لها قشور. بعد كده البلسم ده ما حبيتهوش ابدا ابدا ابدا. انا كنت كلمتكم برضو عنه قبل كده، بصراحة جودته وحشة جدا، طريقة كمان وانت بتاخديه مقرفة. يعني بتفتحي البتاعة دي كده وتقعدي تطلعي، يعني عينك بتطلع عشان تطلعي شوية من المنتج اللي فيه، فبصراحة مرهق جدا في انك تطلعي منه المنتج. الترتيب بتاعه مش حلو، فمفيش منه اي حاجة كويسة. اجي بقى عند منتج لما عملت عنه ريفيو، جات لي تعليقات كتير قوي ان منتجات الشركة دي كويسة، وان انا استعملتها غلط، وان هي الشركة دي لو ما كانتش كويسة ما كانتش مستمرة، والكلام ده كله. تمام. هو البيبي كريم، البيبي كريم بتاع ماي واي، انا قلت عنه ان هو سيء جدا، والوانه من ابشع الالوان اللي شفتها في حياتي. بس تمام. وكنت عملت عن كذا منتج تبعهم ان هم وحشين جدا وسيئين. انا لسه عند رأيي طبعا، للأسف يا بنات هم وحشين جدا، سيئين جدا، ومش بس هم واغلب الميك اب اللي عندهم. بعد كده عندي معجون الاسنان ده من هيمالايا، مش عارفة برضو انا جبته قبل كده ولا لا، مش عارفة في حاجات كام حاجة مكررين، بس على العموم المعجون اسنان ده ملوش اي لازمة خالص خالص، غير انه بيدي بس انتعاش نعناع، لكن في التنظيف وحساسية والحاجات دي كلها ولا الهوا. بعد كده هنعمل عنا الغسول بتاع ناتالي. الغسول ده انا بحبه جدا على فكرة، برضو انا بستعمله للجسم اكتر بصراحة، بس هو للبشرة ماشي حلو وكويس، بس ما تستعمليش منه كمية كبيرة على بشرتك وما تسيبهوش فترة طويلة. غير كده بصراحة الغسول ده بينظف حلو وبيشيل الحبوب اللي تحت الجلد، وانا بحبه جدا في تنظيف اماكن اللي فيها حبوب في جسمي، رائع بصراحة. كمان هنتكلم عن الجليتر ده من بتاع ماي واي، برضو سيء جدا، عامل زي الصمغ. بصوا شكله زي الصمغ بتاع المكاتب، فشكله في البشرة او في الجسم وحش قوي. تمام. ايه تاني كمان؟ ده بقى انا ما خلصتهوش، ده انا استعملته 4 مرات. هو السيرم بتاع إيكرياتين اللي بيحمي الشعر من اشعة الشمس الضارة. المنتج ده ممكن برضو اقول عليه بالنسبة لانواع السيرم اللي انا جربتها انه ابشع سيرم انا جربته في حياتي. اولا هو سايل عامل زي المية، قلت مش مشكلة، في الاول بينعم الشعر بشكل مش طبيعي، بينعم الشعر قوي قوي، بعد كده بينشف وبيهيش الشعر بشكل مش عادي، بيخليك تضطري انك عشان تطري شعرك تغسليه منه وبعد كده تحطي منتجات فيها ترطيب، لكن عليه خلاص انسي. بالنسبة لي يا بنات يعني بصوا هو مليان، بصوا لسه مليان، انا استعملته مش كتير، بس طبعا اي منتج حتى لو جايبه بكام
طالما نشف شعرك قوي لازم ترميه، لانك هتصرفي انك ترجعي تاني شعرك حلو اكتر من تمن منتج نفسه. بعد كده ده الشاور جل بتاع كامينا، بصراحة محبتهوش، يعني الشاور جل حجمه صغير، ما بيعملش رغوة كبيرة، محبتهوش، مش هعيده تاني. لا كويس انا جبت منه حجم صغير لانه في منه حجم كبير قوي. فانو بقى، فانو افضل كريم مرطب، سعره رخيص، انا جربته تمام، هو طبي طبعا. زي ما قلت لكم يا بنات الكريم ده حلو جدا لاي حد عنده قشور في بشرته او جفاف، حلو جدا، ده قعد معايا طول الشتاء عظيم جدا وترطيبه حلو، فده برضو من الحاجات اللي انصحكم بيها لو بشرتكم جافة او بشرتكم بيحصل لها قشور شوية. طبعا تفاصيل عن اسعار والحاجات بتخص المنتجات دي هتلاقوها في الريفيوهات المخصصة عن كل منتج انا اتكلمت عنه. بعد كده عندنا الشامبو ده بتاع لوفيه، وانا كنت اتكلمتكم عنه، من اروع الشامبوات اللي انا جربتها، بيرطب الشعر حلو وريحته حلوه، مفهوش اي مكونات ضاره خالص، وبس يعني هو كويس. انا كان عيبه الوحيد بالنسبه لي هو البامب بتاعه، ان هو كان بيعذبني، غير كده المنتج نفسه اللي جوه رائع بصراحه تمام. اوكي ده اللي حطاه في كيس عشان ما يتكسرش. اوكي ده بوظ الدنيا كلها مكان الزيت، مش مشكلة، هو الزيت الحية او السيرم بتاع دبر قبلة. بصوا المنتج ده انا فضلت فترة بستعمله، فترة كان بينعم شعري حلو جدا، وقلت عليه انه حلو وزي الفل، لان قعدت فعلا فترة طويلة بستعمله، كان كويس جدا معايا، يعني قعد تقريبا شهرين بستعمله كان حلو، ومش عارفة فجأة نشف شعري زي زي جوز الهند، بيرطب الشعر في الاول مش عارفة ايه، وبعد كده فجأة بينشف الشعر، فانا مش عارفة بصراحة ايه مشكلته. على العموم انا مش هشتريه تاني لانه كان في الاول معايا كان كويس، وبعد كده مش عارفة ايه اللي حصل تمام. ايه تاني، ده المضاد الحيوي بتاع جراميسين، طبعا اكيد اغلبكم عارفه المضاد ده احسن كريم مضاد حيوي انا جربته بصراحة، ومن احسن الانواع، وطبعا استخداماته كل حاجة عنه انا كنت عملتها في فيديو مفصل عنه. بعد كده الكريم ده من باي بوينت اللي هو حمام الكريم بالنخاع، حلو مش وحش بس مش واو تمام، بس هو شغال تمام. عايزه رايك تجيبيه ولا لا، هاتي منه الابيض، الابيض ومكتوب هنا بالازرق اللي هو بلسم بس عميق ديب كونديشنر، ده حلو جدا اكتر منه تمام. ايه تاني ايه تاني، اوكي حاجة برضو من شركة ماي واي تمام، هي بس ايه الدنيا باظت عشان بيقع عليهم زيوت وحاجات، هي كانت الباودر انا عاملاها بس عشان فيها مراية، الباودر اللي هي دي عملت عنها ريفيو قبل كده، انها بتتحول على البشرة للون ده، بصوا الاسفنجة بتاعته بتبقى على البشرة كده لونها اورنج بشكل مش حلو ابدا، كانك واخده بنيه، يعني كانك بالظبط واخده بنيه، فده منتج برضو سيء جدا واكيد مش هستعمله، يعني طالما هيديني شكل وحش مش عايزاه يعني استعمله ليه. كمان في اوكي عشان كلهم في قلب الشنط ده بتاع حمام الكريم او البلسم بتاع جليس، رائع رائع، من احسن المنتجات اللي جربتها، بيرطب الشعر في دقيقة، دقيقة بتحطي عليه الماسك ده او حمام الكريم ده
وبتغسلي شعرك بيبقى ناعم. فده برضو من المنتجات اللي لو لقيتوها لازم تجربوها يا بنات. في منه للشعر المسبوخ تقريبا، انا مجربتوش بصراحة. طبعا منتجات فاتيكا بقى، كل منتجات فاتيكا ما تقربوا لهاش. حمام الكريم الحبة السوداء لا، تمام. ايه تاني؟ ده كان يعني شغال في الترطيب شوية بس مش قوي، بس ما انصحكمش برضو تجربوه، تمام. برضو لا، ده بقى حلو، ده حمام كريم، ده حلو جدا بصراحة بنات، ترطيبه رائع وكويس. مش احسن اكيد منتج، بس ترطيبه حلو، تمام. ده انصحكم انتوا تجربوه. ده ماسك للشعر، مش كمان حمام كريم، ماسك للشعر بس حلو يعني، مش وحش وسعره كمان معقول. في بقى الفيتامين اللي انا بستعمله وبستعمله على طول، كل 3 شهور بجيبه، رويال في جي. انتوا عارفين الفيتامين ده قد ايه مهم بالنسبه لي، وانا اتكلمت عنه قبل كده كتير. السيرم بتاع لوفيه زي رأيي فيه زي ما هو، مش وحش بس ما يستاهلش الضجة اللي معمول عليها. يعني لو عايزة رأيي لا ما تجيبهوش، هاتي السيرم بتاع بايو، ده احسن من يعني بايو احسن منه بكتير. بعد كده على اخر منتج هو الغسول بتاع التوبي جنت بتاع بشرة جافة والحساسة، ده قطع معايا الشتوية رائع. انا حبيت الغسولات الفوم، بحب ريحته، حتى عندي الازرق منه بعشق ريحتهم. فبالنسبه لي منتجات بصراحه حلوه، جودتها كويسه وريحتها كمان كويسه وسعرها معقول جدا. فبس كان في عندي اي حاجه تانية؟ تمام. فبس ده كان فيديو النهارده.